الرحمن الرحيم. ينطلق الشوط هنا الثالث للبكار الجداع 21 في المجموعة. نذهب إلى المركز الأول، نذهب إلى هنالك مختارة لعبيد بالرشدان. وفي المركز الثاني هنالك نرى قدم شوي نرى هنالك منصورة لعبد العزيز المري. وفي المركز الرابع نرى هنالك الذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. وفي المركز الرابع هنالك نرى أيضا الذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. وفي المركز الخامس، ولكن العودة والنقلة إلى صدارة هذا الشوط، إلى منصورة لعبد العزيز المري. منصورة على صدارة هذا الشوط، تريد أن تنتصر على باقي المشاركين. وفي المركز الثاني هنالك مختارة لعبيد بن رشدان. وفي المركز الثالث هنالك الذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. وفي المركز الثالث نرى هنالك مختارة لعبيد بن رشدان. وفي المركز الرابع نرى هنالك الذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. وفي المركز الرابع نرى هناك الشاهينية لمحمد بن حمد بن مسعود. ولكن العودة والنقلة إلى صدارة هذا الشوط، شوط يحتاج إلى تركيز. من هو حامل هذا اللقب؟ من هو حامل لقب هذا الشوط؟ من هو الذي سيتوج بمادة الزعفران؟ هنالك نرى على المركز الأول الذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. يا سلام، ينطلق الهاجري على بداية هذا الشوط، ينطلق الهاجري انطلاقة مميزة ومبدع الهاجري، دائما مبدع. وفي المركز الثاني نرى هنالك منصورة لعبد العزيز المري. وفي المركز الثالث نرى هنالك مختارة لعبيد بن رشدان. وفي المركز الثالث نرى هنالك ذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. وفي المركز الرابع الخامس هنالك الشاهينية لمحمد بن حمد بن مسعود. ولكن العودة والنقلة إلى صدارة هذا الشوط، إلى هنالك الذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. روح يا الهاجري روح. وفي المركز الثاني نرى هنالك منصورة لعبد العزيز المري. وفي المركز الثالث نرى هناك مختارة لعبيد بن رشدان المري. وفي المركز الرابع هنالك نرى أيضا الذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. ولكن شوفوا الدخول من الشاهينية لمحمد بن حمد المسعود المري. ولكن دعونا نعود إلى الذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. تفتتح الكيلو متر الأخير، تفتتح أجواء الكيلو متر الأخير. وفي المركز الثاني هناك قدوم من مختارة عبيد بن رشدان. وفي المركز الثالث أرى هناك تقدم من الذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. وصول هنالك في المركز الرابع، الشاهينية لمحمد بن حمد المسعود. ولكن العودة إلى مختارة عبيد بن رشدان. مختارة هنالك عبيد بن رشدان. وأيضا هنالك منصورة لعبد العزيز المري. وفي المركز الثالث نرى هنالك الذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. ولكن دعونا نذهب إلى مختارة وإلى هنالك منصورة. المختارة ومنصورة أرى هنالك القدوم من منصورة عبد العزيز المري. ولكن هنالك نرى مختارة عبيد بن رشدان. المعركة طاحنة ما بين الاسمين. هنا 200 متر متبقية على نهاية هذا الشوط، ومنصورة تتقدم لعبد العزيز المري. وفي المركز الثاني مختارة لعبيد بن رشدان. ولكن هنا منصورة عبد العزيز المري أثبتت بأنها الأقوى بكل جدارة، أثبتت بأنها الأقوى في هذا الشوط، وهي من تنتزع المركز الأول في هذا الشوط. تهانينا والناموس في المركز الثاني. وصلت هنالك مختارة لعبيد بن رشدان. وفي المركز الثالث تصلنا الذيبة لمحمد بن راشد الهاجري. تهانينا والناموس لمالك منصورة لعبد العزيز المري. نعود إلى التوقيت الزمني،
نعود إلى توقيت منصورة 4:43:79 جزان من الثانية. تهنينا والناموس لجميع الفائزين.